معكم السي محمد اعراب، اطار وطني، اطار المدرسه الوطنيه للهوكي تحت لواء الجامعه الملكيه المغربيه للهوكي. تخليدا للذكرى 46 المسيره الخضراء، تنظم الجامعه الملكيه المغربيه للهوكي بتنسيق مع المجلس البلدي والمديريه الاقليميه لوزاره التربيه الوطنيه والتعليم الاولي، دوره تكوينيه لفائده اطار المدرسه الوطنيه ابتداء من 15 الى 20 من هذا الشهر. اليوم كان افتتاح ديال المدرسه، اليوم الافتتاح الاول ديالها، وكانت وموازاه مع ذلك كاين الابواب مفتوحه بالنسبه للاطفال. وكمفوض بالقطاع ديال الشباب الرياضي سعدت بالافتتاح ديال بحضوري وافتتاح هذه المدرسه الوطنيه ديال الهوكي تخليدا لذكرى 46 للمسيره الخضراء المضفره. والحمد لله هذه بادره طيبه من عند هاد الناس، وتنتمناو لهم التوفيق وان شاء الله بادرات اخرى لمجموعه ديال الرياضات ان شاء الله اللي كتنقص المدينه، وان شاء الله راه الجامعه كتمستعده توضع اليد ديالها في اليد ديال الجمعيات الرياضيه ديال المدينه كامله ان شاء الله، وبالتوفيق للجميع ان شاء الله. وحنا راه الاشاره. والسلام عليكم. الاسم ديالي خديجه المسكيني، وانا كنمارس هذه الرياضه يعني ملي كنت صغيره وكتعجبني بزاف، وصراحه الاقبال واخا كاين من جهه البنات صراحه قليل، ولكن الله يهدي الاباء يشجعوا البنيات ديالهم باش يجيو يمارسوا هذه الرياضه. بالنسبه للافتتاح الحمد لله داز كل شيء مزيان، وانتم كتشوفوا يعني الحمد لله كل شيء غادي هو هذاك. الانشطه اللي كنديروا داخل المدرسه يعني كنجيبوا التلاميذ كنجمعوا معهم، حقاش كاينه ديك الدائره ديال الدراري الصغار كيخرجوا من القرايه كيمشيو يلعبوا في الزناقي، حنا ما كنخليهمش يلعبوا في الزناقي، خصهم ديك الوقيته اللي كتكون خاويه لهم واحد النهار في السيمانه كيخصهم يجيو يترينيو ويطريدوا شويه ويلعبوا، وديك الساعات يمشيو للدور، والسيمانه خصهم يجلسوا يعني يراجعوا ماشي يبقاو في الزنقه. ممنوع عليهم اللي كيدخلوا الجمعيه ديالنا كيتمنع عليهم انهم يلعبوا في الزناقي، لحقاش شنو كيستافدوا من الزنقه. معكم الحاج الهداد سعيد، نائب رئيس جمعيه الهوكي التمتارودانت. كنشكركم على الصحافه مالون على الحضور ديالكم، وكنشكروا الناس كاع اللي حضروا وساعدونا في هذا الافتتاح هذا. نتمنى الله سبحانه وتعالى تكون بادره خير ومستقبل هذه الرياضه في هذه البلاد هذه باذن الله تعالى. وغادي نحاولوا بكل مجهود ان شاء الله باش نحاولوا نبينوا هذه الرياضه اللي هي جديده في هذه المنطقه هذه، وتكون من بادره ان شاء الله من الاخوان كاملين باش نجح على الاقل واحده من الرياضات في البلاد، لان كان ركود رياضي بزاف عندنا في تارودان. نتمنى الله سبحانه وتعالى تكون فاء الخير على البلاد السعيده وتكون تعطي شعاع للمدينه باذن الله تعالى. وشكرا والسلام عليكم. تابعونا في قناة اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديد، ديروا شير الفيديو وبارتاجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.